السلام ومرحبا بكم، ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير ولاباس. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد وفي روتين جديد. اول حاجه ناخذني من وقتي وقتكم ونصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. كيف ما تشوفوا روتين اليوم بتيكم في الصاله. شوفوا بنتي بالله باش تلعب، مسايبه اللعب، مخليه اللعب في كل بلاصه، تلعب لي بالشكاكل نتاع الحوايج، هذه اللعبه نتاعها. تمشي تجيبهم من البلكونه تحطهم بحذاها وتحط القصه هذيك بحذاها وتجيب البروس نتاعها. هذه باش تلعب بنتي، ما تحبش اللعب الأكثرية، ما تحبهمش باللي زاد كبرت شويه ما عادش تحبهم اللعب، ديما ماذا بها تلعب هكا. شوفوا المخادة تجيب من بيت النوم وتكدس لهنا، ما نحكي لكمش الدار ولات خايضه، خذها هي بيدها صدقوني، كل يوم نلمها وقبل ما نرقد نلمها. شوفوها كيفاش، شوفوها شليكتي زاد تجيبها تلبسها وتجيبها. نبدأ ساعات هكا نبدا نجري عليها في الدار باش ناخذ منها شليكتي. لانا كيف ما تشوفوا هزيت المخدة هذوكم رجعتهم للبيت النوم، ومن بعد لميت الشكاكل هذوكم حطيتهم في البلكونه، وتوا باش طبيعه باش نلمك اللعب المفرطه هذيك باش ننظم شويه الكنابيات، وبالطبيعه باش نكنس. لازم من وكل الكنسان كما نقولوا نحنا الواحد يعدي الاسبيراتور. هي الدار مش مسخه الحقيقه، اما كوميم ديما الواحد ماذا به اللي عنده صغار مثلا ولا يعطيهم كيما الكاكي ولا حاجات هكا تفترش، نقولوا نحنا ماذا به ديما يكنس كنسه خفيفي، مش بالضروره يعمل كروميناج، هاني كنسه خفيفي على الاقل باش حتى واحد كي يبدا يحوس من غير شلاكه ولا حاجه رجليه ما نقولوا نحنا ما تلصقش فيها حاجه هكا مثلا انك التفش نتاع الكراكير هما يقولوا لهنا على الكاكي ما تلصقش فيها كل التفش نتاع الكاكي ولا حاجه مثلا. ديما انا الحقيقه هذه يوميا الاكثريه ما نشاركش معاكم يعني يوميا شنو نعمل بالضبط، اما كل مره هكا نشارك معاكم مره من الكوجينه مره من الصاله مره من بيت النوم، اما لك ديما راهو الاغلبيه كل يوم راني نعدي الاسبيراتور يعني نكنس. هذه حاجه لازمه قبل ما نقعد قبل ما نبدا خدمتي قبل ما صدقوني ساعات حتى وقت كي بدات تبرد الدنيا شويه خاطر تبدل الطقس من اخر اوت تبدل الطقس ولا يبرد شويه. قبل كنت الاكثريه نتاع الروتينات نتاعي نبداهم من بعد ماضي ساعه خاطر الدنيا سخونه ما نجمش نقضي الصباح. الصباح نعمل فطور الصباح ونركب فطور نص نهار نطيبه على بكري نخليه يبرد وكهو، اما الاكثريه نقضي في العشيه. تو كي بدات الدنيا تبرد شويه رجعت للروتينات عادي، يعني بديت نقضي الصباح ننظف الصباح بالطبيعه. في الفيديو نتاع اليوم كيف ما شفتوا نشارك معاكم روتيني هذايا في الصاله، واليوم بالطبيعه باش نشارك معاكم وصفه تونسيه، اكله تونسيه شكون ما يحبهاش، اللي هي الرز الجربي والا الرز بالخضره مفور بالطبيعه باللحم البقري زاده. طريقه سهله. وبالنسبه للروز هذايا روز جربي باش نشاركوا معاكم، كنت شاركت معاكم في فيديو سابق لقيت روز بسمتي في البيم، قلت عليه للبنات اللي يعيشوا هنا في تركيا، ديجا بارتاجيته معاكم في الفيسبوك. باش نطيبوا بالروز هذاك الروز بسمتي، وباش تاكدوا اللي الروز هذاك راهو بنين على الاخر جربوه، خاطر كي تفوحوا مش كيما يبدا طايب ابيض، وزاد كيف تطيبوا حتى هو ابيض باش تطيبوا على طريقة التركية يبدا ابيض. تفوحوا بالبي مثلا نقولوا نحنا بمرق اللحم ولا مرق الدجاج راهو يجي بنين راهو ما يجيش خايب. كيف ما شفتوا لهنا بعد ما كملت كنص تو باش نسفي كل الزربيه هذيك خاطر بعدت على بلاصتها شويه، وباش ننظم الكنابيات وباش تشوفوا الشكل النهائي نتاع الصاله. كيف ما شفتوا صدقوني ديما نخير انه الدار تبدا هكا سامبل، حتى في تنظيفها تبدا سهله، ما تاخذش برشا وقت وما تشدش اليد جمله. كيف ما شفتوا لهنا تعديت للكولوار، لهنا زاد باش ننظفوا الكولوار هذايا. ديما نقول انا تابع الصاله خاطر ما نجموش نتعدوا من الكولوار من غير ما ننظفوه. هذه خاطر نتعدى منه نمشي منه الكوجين نمشي منه البيت النوم نمشي منه البيت البانو، لازم زاد اكل خاطر نتعدوا منه ديجا. سامحوني على الحس والله صدقوني راسي وجعني والله المرمى اللي بجنبي حس على الاخر. هذاك علاش عندي نهارين ما هبطتلكمش فيديو، خاطر حس على الاخر نجيبش نصور يبدا حس هكا وحس كمين وحس ما نعرفش انا يعملوا يصبوا في الصبه. صدقوني وليت على اعصابي اصلا. كيف ما قلت لكم الكولوار هذي نتعدوا منه للبلايص الكل، للكوجينه البيت البانو للصاله للبيت النوم للتراس، والاكثريه راجلي يمشي ويجي على التراس ساعات هكا كيما نقولوا نحنا يهز حاجه يبدا يفي هكا كالصغيرات زادا يبدا يطيح ماكل الطبق. هذاك علاش لازمني ديما نكنس لهنا ولهنا زادا. كي نخرج مثلا خارج ايلين ديما البوسيت نتعدى بها من هنا، سبحان الله البوسيت في العجل نتاعها يبدا ساعات فما تراب ولا حاجه، ديما ماذا بيا نكنس لهنا.
كيف ما شفتوا لهنا بعد باش نكمل الكلوار بالطبيعه باش نتعدوا مع بعضنا للكوجينه باش نحضروا مع بعضنا الرز الجربي بطريقه سهله ومبسطه ويجيكم مفرك كل كعبه وحدها ما يجيكمش معجن جمله. كيف ما تشوفوا لهنا تعديت باش نحضر الرز الجربي. عندي لهنا ارطل اللحم بقري حطيته في البانو هذاك، الحقيقه ما عنديش انا معون كبير باش نخلط فيه، ان شاء الله بقدره ربي كان روحت لتونس باش نجيب هكا كل القصعه بتاع اللوح. قصيت كعبتين سفناريه، قصيت راسين بصل مقصوصين جويدين، هذا الرز بسمتي غسلته بالباهي، غسلته مليح باش تنحى من النشا نتاعو. بالطبيعه عندي نعناع شايح، استغفر الله يا ربي، نعناع فريش كيف ما شفتوه مقصوص مع البصل والسفنيريا. عندي قرون فلفل شايحين، بر عبيد شايحين حطيتهم لهنا، صبيت الزيت بالطبيعه. ولهنا باش نفوحوا نحطوا الطماطم المعجونه، نحطوا الهروس، نحطوا الثوم، نحطوا كل شيء، يعني الفحات الكل اللي نعرفوها ونحطوها في الرز الجربي. انا الحقيقه نحط كل شيء لهنا، هذا الثوم مهرس كيف ما شفتوا، وهذه الطماطم المعجونه كيف ما تشوفوا مغرفه ونص طماطم معجونه باش نحط عليها مغرفه نتاع هروس. لهنا راهو الهروس يبنن برشا، شوفوه كيفاش عباره هريسه عربي. وبالطبيعه من بعد باش نحطوا النعناع الشايح، باش نحطوا الفلفل الاكحل، باش نحطوا التابلو كرويه، باش نحط الكركم لهنا، باش نحط الكركم، باش نحط التابلو الكرويه، ونحط الفلفل الاكحل، ونحط النعناع الشايح. لهنا كان تلاحظوا حطيت نعناع فريش وحطيت باش نحط نعناع شايح. لهنا النعناع راهو عنده دور كبير خاصه في تفويح الرز الجربي، وكي يبدا مثلا عندكم نوع نتاع رز هكا تحسوه هكا اللي يبدا ماهوش ما فيهوش مطعم، حاولوا انكم تفوحوه بالباهي راهو يولي بنين. كيف ما شفتوا كل حاجه منها تقريبا الكركم والفلفل الاكحل مغرفه صغيره مغرفه صغيره، والتابلو كرويه مغرفه كبيره. لان كيف ما تشوفوا حطيت النعناع الشايح، وبالطبيعه من بعد باش نكملوا نحطوا الخضره نتاعنا اللي هي سلق ومعدنوس. بالنسبه للسلق والمعدنوس حطيت نص ربطه، بما انه السلق لهنا الربطه نتاعو كبيره حطيت نص ربطه. هنا كان تلاحظوا حطيت مغرفه كبيره، تقريبا مغرفه كبيره نتاع ماكله ملح. بالنسبه للسلق لهنا خاطرو الربطه نتاعو كبيره، الربطه قسمتها على زوز، حطيت نص ربطه سلق وربطه معدنوس. تو تشوفوا من بعد هذه الخضره نتاعنا كيف ما تشوفوا حطيت لهنا المعدنوس، ومن بعد بالطبيعه باش نزيد السلك. لهنا باش نخلط اكل الفحات هذيك كلها مع اللحم والروز هذيك كلها باش ندخلها في بعضها، ومن بعد بالطبيعه باش نكملوا نزيدوا السلك اللي بقالنا. لازم نخلطوا الفحات هذيك كلها باش اللحم هذاك يتفوح بالباهي، وفي نفس الوقت الروز هذاك يتفوح. انا في العاده نحط الروز هو الاول مع اللحم ونفوحه بالباهي، ومن بعد نزيد الخضره. المره هذه خاطر الخضره ما هيش برشا الحقيقه، حطيت كل شيء مع بعضه. بالنسبه للكميه حطيت نص يعني نص كيلو الرز، يعني رطل الرز عليه رطل اللحم. وبالنسبه للخضره انتم واش تحبوا. كان تلاحظوا لهنا ما حطيتش بقول جافه كيما الحمص، كيما الحمص والجلبانه ما حطيتش انا الحقيقه، خاطر ما نحبهمش انا في الرز الجربي. بالطبيعه كل واحد وطريقته، كل واحد واختياره، كل واحد شنو يحب، تنجموا زيدوهم اللي يحب يزيد يزيد. انا ما نحبهمش الحقيقه ما نكذبش عليكم. الحمص نحبه كان في الكسكسي والا في حاجه جاريه، ما نحبوش هكا في حاجه مفوره. كيف ما شفتوا هذه طريقتي المبسطه في رز الجربي، صدقوني طريقه مبسطه، طريقه سهله على الاخر، ويجيكم رز بنين على الاخر، وخاصه كي تفوحوه تحطوا فيه النعناع الفريشك والنعناع الشايح راهو يفوحوا بالباهي، عباره تاكلوا في العصبان. كيف ما شفتوا لهنا نخلطوا بالباهي بشكل الفحات هذيك كلها تتخلط مع الرز واللحم، وخاصه اللحم باش يتفوح بالباهي. بالطبيعه حطيت المقفول فوق الغاز، صبيت فيه الماء وخليته باش يوصل درجه الغليان باش ديريكت نعبي في الكسكاس ونحط الرز يفور. لهنا كيف ما تشوفوا حطيت الكسكاس باش نعبي فيها كل الرز هذاك اللي خلطته باش نعبي فيه. بالطبيعه بالنسبه لي انا الحقيقه راه في العاده نعمل اكل القفيله هذيك نتاع القماش، خاطر المقفول نتاعي جيد هو لا محاله، اما ساعات يخرج البخار نتاعي يخرجوا على الجناب نسكر بالقفيله. اما المره هذه
باش نحط الرز يفور، وباش نحط في وسطه هكا في وسطه حفره، يعني في الوسط بالضبط في وسط كسكاس، باش نعمل هكا نحل كيما الحفره صغيره هكا باش يخرج منها البخار هذاك وما يخرجنيش على الجناب، وفي نفس الوقت الفار هذاك ولا البخار كيما نقولوا نحنا يعم على كل الرز هذاك الداخل، يعني كي يخرج من الوسط وبطبيعته مغطي بالغطاي الرز هذاك الكل يوصلوا كل البخار هذاك. كيف ما شفتوا لهنا توا صبيت الرز هذايا في وسط الكسكاس، بالطبيعه باش نحطه على المقفول باش نحطه يفور، باش نخليه يفور الطريقه العاديه. انا الحقيقه كي نفوره من نحيش من الكسكاس نحطه في يعني نحطه في طبق ونحركه وبعد نعاود نرجعه له منه فيه في الكسكاس، نحركه في الكسكاس لين يطيب. كيف ما شفتوا لهنا باش نحل في الوسط كيف ما شفتوا حفره هكا في الوسط هذيك اللي باش يخرج منها البخار، وهذيك تعاوننا باش الرز نتاعنا الكل يفور فرد وقت وما يبقاش معجن وما يبقاش شيره طايبه وشيره نيه. بطبيعه من بعد بطبيعه باش نقلبوه يعني باش نحركوه. وكيف ما شفتوا لهنا حطيت عندي ورقات نتاع رندو لهنا قرون صغار نتاع فلفل كيف ما شفتوا نتاع برا عبيد، هذوما حطيتهم فوق الرز هكا باش نخليهم يفوروا، بطبيعه هذوكم راهم باش يطيبوا معاه. كيف ما شفتوا طريقة سهلة طريقة مبسطة وطريقة تقليدية تنجم تكون. لهنا باش نحط الكسكاس نتاعي فوق المقفول باش نخليه يفور، هذا المقفول كيف ما تشوفوا المالي في وسطه وصل لدرجة الغليان، تو باش نحط فوق منه الكسكاس ونغطيه ونخليه يفور على راحته. وقت اللي يفور نعرف الرز نتاعي هذاك فور، يعني عم عليه الفار نقولوا نحنا، باش نخلطوا الرز هذاك نقلبه وفي نفس الوقت نزيد نحل حفرة في الوسط باش يفور كله. كيف ما تشوفوا هذه الرز نتاعي باش يبدا يفور لهنا، كيف ما تشوفوا ديجا الفار قاعد خارج، هو ما يتراش يعني بالكاميرا ما يتراش. لهنا باش نحرك الرز نتاعي بشكل اللي من اللوطه هذاك يولي من فوق واللي من فوق يهبط اللوطه هذاك باش الكل يطيب فرد وقت، يعني ما يطيبش بلاصه وبلاصه لا. انا الحقيقه هذه طريقتي نحركه هو في الكسكاس هكا، يعني ما نهبطوش في معون اخر. كيف ما شفتوا نحاولوا نقلبوه هكا بالباهي، وبالطبيعه كيف العاده باش نزيد نحل هكا نقول حفره في الوسط كيف ما شفتوا بالطريقه هذه، ونعاود نغطيه ونخليه يفور بالطريقه هذه مرتين ثلاثه بقدره ربي يطيب وما يبقاش ني، والكل يطيب فرد وقت حتى اللحم يطيب ويجي بنين على الاخر. كيف ما شفتوا لهنا حركته برشا مرات الحقيقه، ما حبيتش نطول عليكم الفيديو. كيف ما تشوفوا لهنا الرز نتاعي قريب يطيب، باش نخليه تقريبا يزيد درجين من زمان يعني 10 دقائق بركه كل شيء طيب، جوست نخليه يفور في عقله باش من بعد كي نهبطه هو سخون. باش نغطيه تو ونخليه تقريبا 10 دقائق، وبطبيعه من بعد باش نهبطه ونوريكم الرز نتاعي. كيف ما تشوفوا ديجا الرز راهو طايب، فقط نخليه 10 دقائق. كيما تعرفوا اللحم اللي حطيته فيه راهو اللحم بقري، ولهنا كيف ما تشوفوا بعد 10 دقائق خليته 10 دقائق كيف ما قلت لكم يطيب، ولهنا طفيت عليها باش نهبطوا في الشقاله هذه نتاع البلار. كيف ما قلت لكم بالحق المشكله الوحيده عندي لهنا اللي ما عنديش مثلا كيما القصاع هذوك نتاع اللوح اللي عندنا في تونس، ما عنديش الحقيقه، عندي هذوما كيما السوبير هي بلار، عندي منهم كعبتين ولا ثلاثه، هذوما مضطره اني يعني نحط فيهم الحاجات هذه كيما الكسكسي والروز والمقرونه بالصوص ولا حاجه. ان شاء الله بقدره ربي في اول فرصه كي نروح لتونس ان شاء الله نجيب منهم بالطبيعه. ولهنا هذا الرز نتاعي باش نحطه تو في الشقاله كيف ما شفتوا، وبالطبيعه باش نوريكم الرز اللي هو ماهوش معجن طايب في حقه، وحتى اللحم راهو طايب. صدقوني جربوه بالطريقه هذه، طريقه بسيطه على الاخر ما فيهاش تكلفه برشا، تنجموا اللحم تعوضوه بالدجاج والا تعوضوه مثلا نقولوا نحنا حتى بالجديد راهو يجي ما فماش حتى مشكل. المهم حاجه بنينه وحاجه نظيفه في الدار طايبه. كيف ما قلت لكم تنجموا باللحم العلوش باللحم البقري، تنجموا حتى بالكبده راهو، حتى بكبده الدجاج راهو يجي بنين على الاخر، صدقوني جربوه ويعجبكم برشا. كيف ما تشوفوا هذا الرز نتاعي كيف ما شفتوا ماهوش معجن، صدقوني ليه معجن، نخليه باش يبرد شويه بركه وتو تشوفوا التكستور نتاعو يعني القوام نتاعو من بعد، صدقوني راهو لا معجن لا حتى شيء، خليته طاب في عقله. يعني ما كيفاش نقولوا نحنا ما هبطوش في الكسكاسه كهو. هذا الرز كيف ما تشوفوا نقرب لكم طيب في حقه، الرز ماهوش معجن، شوفوا كيفاش ماهوش معجن جمله.
سامحوني على الحس والله العظيم صدقوني راسي تكسر اصلا نعمل في المونتاج وراسي تكسر. هذه الرز نتاعنا كيف ما شفتوا طريقه سهله وبسيطه، صدقوني جربوها وباش تعجبكم برشا. هذه كان فيديونا اليوم، وهذه كان روتين اليوم، وهذه كانت وصفه اليوم اللي هي اكله تونسيه تقليديه معروفه في تونس اللي هي الرز الجربي او الرز المفور بالخضره واللحم كيف ما تشوفوا، طيب في حقه خاصه للبنات اللي هنا اللي يعيشوا في تركيا ولقوه الرز البسمتي هذايا. الحل الوحيد باش تاكل رز بنين من الرز هذاك رز بسمتي، طيبوه بالطريقه هذيا وتفوحوه بالبهي يجيكم بنين. كيف ما شفتوا هذا كان فيديونا اليوم، ان شاء الله كان خفيف عليكم وان شاء الله عجبكم وحصلت منه الفايده. نتقابلوا ان شاء الله في فيديو جديد وفي روسات جديده وفي امان الله.